فكهم يقول معنى كلمة العروبة، فكر معانا. العروبة، معنى كلمة العروبة؟ العروبة أيوة. ما فيش اختيارات؟ هي شيء عند العرب سابقا. الأخوة. أوكي، غيرها؟ يعني هي كلمة تستخدم سابقا عند العرب لتحديد شيء معين. لا مش عارفة يعني، حاول. العين عليها فتحة، الواو عليها ضمة. الكرم. بعيد الكرم، هي مو بصفة. الخير، النار. لا. الأكل. لا. العروبة. 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 وليس العروبة. الشهامة. شيء يخص بالسنين، بالشهور، بالأيام، بوصلة. بالوقت. بوصلة. لا. الساعة الرملية. زين، والأيام لو قلنا الأيام. رزنامة. تقويم. التقويم، رزنامة. سابقا عند العرب. عم بتصعب علي، مش عم بتسهلها هيك. يعني قد يكون ماذا؟ ما علي صراحه، لا لك ولا اي شيء. ام سوري. توقعك ساعدني. ساعدني. يمكن لخص بالاشهر. اشهر؟ بالاشهر، بالساعات، بالايام. ما عندي فكره صراحه. بعد ساعتك. السؤال يقول ما معنى كلمه العروبه؟ يوم الجمعه قديما. يوم الجمعة. يعني نص إجابة عندك ونص إجابة عندك. إجابة صحيحة، ألف مبروك، تستاهلون. أعطوني القاري. ربحتوا معانا جائزة مقدمة من زبرجد المجوهرات، وجائزة من إيتشي محمد، وجائزة من الهلتون عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى، وعطور من الجزيرة العطور، وأيضا جائزة من مركز المحمود الطبي، وعازل وحماية من تيتانيوم. نقول لكم ألف مبروك، تستاهلون. سؤالكم يقول عمتك اخت ابوك، خال ولدها، شو يصير لك؟ فكر معانا. عمتك اخت ابوك، خال ولدها، شو يصير لك؟ ماذا يقرب لك؟ ما يبي لها التفكير. عمي او خالي. عمك او خالك؟ عمي. عمتك اخت ابوك، خال ولدها، شو يقرب لك؟ شو يصير لك؟ ام جدتك. لا لا لا. عمتي اخت ابوي، خال ولدها، ايش يقرب لك؟ خال ولدها يبقى ابوي اكيد. نعم. صدق؟ اشرح لي. عمتي ايوه اخت ابوي. انزين، خال والدها، ايش يصير لك؟ يبقى والدي. اجابه صحيحه. المبروك، تستاهلون القاري. ربحتوا معانا جائزه مقدمه من زبرجد للمجوهرات، وجائزه من ادور بيوتي لونج، من الهيلتون عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى، وعطور من الجزيرة العطور، تيتانيوم عازل وحماية للسيارة، وهاي من مطعم إيتشي محمد. ألف مبروك، تستاهلون. شكرا. ما تبون القاري بعد؟ مرة واحدة القاري. سؤالكم يقول شيء في السماء ولا يوجد في الماء، فكر معانا. شيء موجود في السماء ومو موجود في الماء. موجود في السماء مش موجود بالماء. ايوه. الغيوم. لا لا لا. اشكرك. العصفور. العصفور. القمر. 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 هاي يعني ساعدته يعني. لا القمر. لا الصين. حرف السين. الصين. لا السين. السماء الماء. ايش رايك لما تكتبها؟ حرف السين. حرف السين. أكيد؟ أكيد. مو بالقمر؟ لا لا. مو بالقمر؟ خلي خليك جنبه معلي. حياة جنبه؟ مو بالقمر؟ والله مش عينه. موجود. لا. السماء. السماء. إيه؟ كلمة سماء. أنت قلتوا القمر. أنا أقول السين. والغيوم بعد قلتوا. مزبوط. وأنت تقولين؟ السين. السين. حرف السين. حرف السين. شو رأيك أنت؟ حرف السين. ونقول لكم مبروك، إجابة صحيحة القاري يا جماعة. ربحتوا معانا جائزة مقدمة من زبرجد المجوهرات، وعندكم جائزة من مطعم إيتشي محمد، وجائزة من الهيلتون عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى، وأيضا جائزة من الجزيرة العطور ومن مركز المحمود الطبي، وعازل وحماية من تيتانيوم. نقول لكم ألف مبروك، تستاهلون. سؤالكم يقول ما معنى كلمة الظهيرة، فكر معانا. معنى كلمة الظهيرة؟ الوضوح. نظاهر، باين. غيرها؟ نعرف الظهر. تمام. نبي نعرف الظهيرة. خلاص. خلاص؟ خلاص. الظهر. 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 الظهيرة.
بعد الظهر العصر. العصر العصر. صغيرة من الظهر. الظهيرة الظهر. الخيلولة. لها معنى، معنى الظهيرة. ظل؟ لا. وقت الظهر؟ معنى الكلمة الظهيرة. ظهر، ظهر الشيء. لا. أنت متوجه كنت اتجاه سليم، مرة واحدة دخلت يمين بسرعة يعني، كنت ماشي صح؟ الجواب الأول اللي قلت إيش؟ نسيت جوابك. معنى الظهيرة، كلمة الظهيرة. تشتد الحرارة وقت الظهيرة. حلو، تشتد الحرارة في وقت الظهيرة، وهذه معنى كلمة الظهيرة بالضبط. إجابة صحيحة، ألف مبروك القاري يا جماعة. معنى الظهيرة شدة الحرارة في منتصف النهار. إجابة صحيحة، ربحتي معنا جائزة من زبرجد للمجوهرات، وأيضا جائزة من إيتشي محمد، وجائزة من الهلتون عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى وعازل وحماية من تيتانيوم وعطور من الجزيرة العطور، وأيضا جائزة من أدور بيوتي لونج. نقول لك ألف مبروك، تستاهلي. سؤالكم يقول: المشورة عين أكمل، وبي منكم كلمة واحدة. المشورة عين ماذا؟ عين الصوت. لا. عين الرؤية، عين الإنسان. لا. غيرها؟ المشورة عين. أيوة. المشورة عين ال. أشوفها بعينك أنا الإجابة، بس مو راضية تطلع. شو يعني مشورة؟ المشورة لما الواحد يشاور شخص. إيش رأيك؟ يعني يعطيك رأي. صواب. حلو. أنتوا خلوا عينكم على الهدايا وبديكم الإجابة. عين الصواب. قال الصواب. عين الحق. لا. عين الصح. عين الصح. جميل، بس ولا إجابة صح. حبي عينك على الهدايا هنا. إن شاء الله. إنزين. عينك وين؟ على الهدايا. حلو. المشورة عين ماذا؟ المشورة عين الحكمة. قريب، بس لأن شلت عينك من الهدايا فضاعت الإجابة. عين. ال. الحكمة. لا. عين العقل. لا. عين الصواب. لا، بس قريبة منه. المشورة عين. عين عين الجزيرة. الجزيرة العطور. عين الجزيرة للعطور. أو زبرجد المجوهرات. أو زبرجد. عين الصلح. لا. قريبة ولا بعيدة؟ قريبة. عين العقل. قريبة بعيدة؟ بعد قريبة. المشورة عين. أنت وجهك سليم، بعد خل عينك على الهدايا. المشورة عين. ايوه عين. هي قريبة من الهدايا. صلح الامور. لا زين صحيح اللي هي الحل او الله يهداك. الهداية. الله يهداك. انا اقول لك الله يهداك. الله يهداك. انا والله ما ركزت معك بنادي العزوني. المشورة عين. عين الهداية. يعني المثل كامل شلون؟ المشورة عين الهداية. المشورة عين الهداية، وإجابة صحيحة. ألف مبروك، تستاهل. مشكورين. ربحت معانا جوائز من زبرجد المجوهرات، وجائزة من إيتشي محمد، وعندكم من الهنتون عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى، وأيضا جائزة من تيتانيوم عازل وحماية وعطور من الجزيرة العطور، وأيضا جائزة من أدور بيوتي لونج. نقول لكم ألف مبروك، تستاهل. جزاكم خير.